أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة البراق إلى السماء أم كان إسراؤه فقط على البراق؟ البراق إنما يستخدم في الإسراء على الأرض، نقل الرسول من مكة إلى بيت المقدس على البراق، أما نقله إلى السماء فهو بالمعراج المصعد الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما هو بالبراق. نعم.